متصلون إذن ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو فيتسلاف ماتوزوف الكاتب والباحث السياسي. سيد الفاضل، كيف تقرأ هذه التصريحات المتوالية التي صنفت بأنها إرهاب لما قد تقدم عليه روسيا في الربيع القادم فيما يتعلق بالدبابات حديثي؟ أولا، كل تزويد بأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا من قبل دول غربية والولايات المتحدة وشركائهم وحلفائهم في أوروبا دليل واضح أن نوايا أمريكية مستمرة لرفع المستوى لتصعيد حدة التوتر بين روسيا وأمريكا. بلا أي شك أن هذا دليل أن أمريكا أخذت قرار يواجه الهزيمة الكاسية على روسيا كدولة، على جيش روسيا كجيش الثاني في قدرتها في العالم كما كانوا يعتبرون سابقا. ولذلك كل هذه التزويد بسلاح لا شك أن يفتح المجال ليقارب السلاح الروسي وسلاح الغرب. مثلا إذا في دبابات ليوبارد 2 تدخل المعركة مع T-90M روسية، سيكون هناك وادع التفوق السلاح يا ألماني يا روسي. لذلك هذا لا بدون شك هذا حرب يفتح المجال لصناعيين لسلاح في دول الغربية أن يجربوا ماكيناتهم ودباباتهم ومدرعاتهم في حقل القتال باصطدام مع الدبابات الروسية. نعم، النائب سيد الفاضل، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال أن روسيا سترد بشكل صارم إذا تم استهداف القرم. لماذا اختص القرم دون غيرها؟ قرم ليست روسيا احتل قرم، لأن هذا المصطلح أهم من درجة استثنائية. أنه قرم انضم إلى روسيا بإرادة الشعب أوكرانيا وبإرادة بعد استفتاء الدولة المستقلة قرم التي انفصلت من أوكرانيا نتيجة سياسة النازية التي تمارس سلطات في كييف بعد أن نظموا انقلاب العسكري بمساعدة من قبل دول غربية أمريكا ودول مجاورة. لذلك اندمام لروسيا قرم هذا ليس احتلال ولا شهيد ولا حتى جريح خلال هذا عمل. نعم، وضحت هذه النقطة على الأقل المرتبطة بالانتماء، لكن لماذا اختص القرم؟ لماذا شو؟ لماذا اختص القرم دون غيرها من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية بأنها إذا استهدفت تحتفظ روسيا بحق الرد الذي سيكون صارماً وسريعاً؟ أولاً لازم يعرف في العالم التاريخ لهذه المنطقة. تاريخية هذه الأراضي كانت من يسكنون فيها أصلاً من روسيا، وكلهم يتكلمون باللغة الروسية وهم روس. لذلك انضمام تلك الأراضي إلى روسيا، دونيتسك لوغانسك التي كانوا 8 سنوات تقاوم محاولات القوات الأوكرانية أن يسيطروا في هذه المحافظات أوكرانية، وروسيا ما كانت تعترف باستقلالية تلك الجمهوريات دونيتسك ولوغانسك 8 سنوات، وكانت لا تشارك في أي عملية عسكرية. كل العمليات العسكرية في دونيتسك ولوغانسك كانت بين جيش أوكراني وبين القوى السكان متمردين ضد السلطة المركزية في أوكرانيا. وفقط بعد مرور 8 سنوات وبعد مفاوضات بين القوسين، لأن اليوم ميركل و أولاند اعترف أن ما كانت لديهم نية أن يحلوا المشكلة السياسية، أنهم كانوا يطولون مفاوضات مينسك في بين دونباس وأوكرانيا مناطق متمردة والسلطة المركزية،
لكي يسلح جيش أوكرايني لكي يعدها لهجوم وتقوية القدرة القتالية لجيش أوكرايني. هذا كذب الذي هم كانوا يتحدثون الآن فاضحا بكلام كل القادة الأوروبيين. ومعروف جيدا أن انقلاب 2014 في كييف تغيير السلطة كانت هذا كذلك مؤامرة الغربية ضد سلطة شرعية اللي كانت موجودة ذلك الحين بعد انتخابات الحرة وشفافة ومعترفة دولية والمفاوضات تحت رعاية رئيس فرنسي ومستشار ألماني مستشار ألمانية هم ورئيس بولوني هم الذين ثلاث دول الغربية عملوا ضمانات لتطبيق تلك الاتفاقات مع السلطة الشرعية أوكرانية في 2014. ولكن يوم التالي بعد توقيع الاتفاقية نظموا انقلاب العسكري وطردوا من المنصب الرئيس يانوكوفيتش الذي هرب إلى قرم فيما بعد إلى حاركيف وفيما بعد إلى للأسف كل هذا الحديث لم يؤثر على سير المعارك الذي وصلنا إليه عند هذه النقطة داخل أوكرانيا. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد فاتشيسلاف ماتوزوف وأنت الكاتب والباحث السياسي إذ كنت معنا هاتفيا من العاصمة الروسية موسكو.